مكن النهج الإصلاحي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مكن مملكة البحرين من أخذ خطوات رصينة في مختلف المجالات لا سيما المجال السياسي والاقتصادي. نعم، هذه الخطوات أعطت مملكة البحرين زخما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فتح الأبواب أمامها من أجل تحقيق غايتها الاستراتيجية بكل ثقة وثبات. أن مملكة البحرين لطالما قامت بدورها اتجاه الأمن والسلم في المنطقة، والتزمت بالمعاهدات والاتفاقات والعلاقات التاريخية التي جمعتها ولازالت مع الأشقاء والحلفاء والأصدقاء في العالم على مر العقود، وهي علاقات تأسست على إقامة السلم في الخليج العربي وفي بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية مع المنطقة وجميع الدول، بما أسهم في جعل مملكتنا العزيزة بلد فاعل، وهو دور تلتزم به مملكة البحرين إلى اليوم لما فيه خير شعوبنا وأمنها واستقرارها ورفاهيتها. استراتيجية خارجية بملامح واضحة تسير عليها مملكة البحرين وتتفاعل مع قضايا المنطقة والعالم من خلالها، ما أكد وبشهادة تاريخية الاهتمام البالغ للمملكة في صيانة وحماية المصالح الوطنية الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين دول العالم كافة. كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في خطابه السامي جاءت لتؤكد العمل المستمر في المسيرة التنموية الشاملة التي أطلقها جلالته وما حققته من نماء وتقدم وازدهار لمملكة البحرين في شتى المجالات، حيث مكنت الإصلاحات المستمرة من قبل عاهل البلاد المفدى مملكة البحرين من تفعيل سياسة خارجية متميزة شاركت من خلالها بشكل فاعل في النظام الدولي من خلال طرح الآراء ودعم القضايا العادلة والوقوف بكل حزم لتوفير الأمن والسلم إقليميا ودوليا. كما أتاحت السياسة الخارجية المميزة للمملكة تطوير القطاع الاقتصادي وبناء جسور اقتصادية متينة بين المملكة ودول العالم، ساهمت في تنويع مصادر الدخل وتطوير أساليب جذب رؤوس الأموال والاستثمارات. باحترام وانبهار وتقدير تلتفت أنظار العالم إلى مملكة البحرين إثر ما حققته من إنجازات محلية وإقليمية ودولية وضعت اسمها في مصاف دول العالم المتقدمة في المجالات كافة.